نبتدي بقى نعبر عن اللي هيحصل فعليا على الداينامكس بتاعت الهيتنج اللي هيحصل ده بحاجه اسمها البايو هيت ايكويشن. نبتدي نعملها ديريفيشن واحده واحده كده. احنا شفنا قبل كده في الفيكس فيرست لو ان في عندنا نوع من انواع الفورمز بتاعت الفيكس فيرست لو بتابلاي على الهيت ديفيوجن. اوكي، فبنلاقي ان الهيت ديفيوجن ايكويشن بتبقى حاجه بالمنظر ده كده، وير جي اتش اللي هي الفلكس او فلكس دنسيتي بتاعت الهيت بتساوي ماينس كونستانت في دي تي باي دي اكس. اوكي، لو احنا خدنا نفس الايكويشن دي برضو رحنا عملنا بيها ديريفيشن للسكند فيكس سكند لو، هلاقي ان في عندي حاجه بسميها الهيت كوندكشن ايكويشن، بيبقى فيها هنا التغير في التمبرشر بتاعه التيشو ده مع درجه مع الوقت. اوكي، والناحيه الثانيه بيبقى في عندي التغير في درجه الحراره دي مع السبيس. اوكي، هنبتدي ناخد الهيت كوندكشن ايكويشن دي كبيسك ايكويشن، ونبتدي بعد كده نزود عليها بقى كذا تيرم تانيين اضافيين، لان هي دي بتعبر عن ان انا لو فرضا عند تايم تي بتساوي زيرو كان درجه الحراره كذا، عايزين نعرف درجه الحراره دي اتغير ازاي مع الوقت. اوكي، فاحنا هنا لا، احنا عندنا درجه الحراره عايزين نضيف لها تيرمز بقى بحيث ان هي تزودها، وتيرمز تانيه ممكن ان هي تقللها، ونشوف في الاخر التوتال افكت بتاع الايكويشن كلها عباره عن ايه. اوكي، طبعا لو احنا بصينا هنا كده هنلاقي ان الايكويشن هنا عباره عن رو تي في سي تي في بارشال تي بارشال تي، وهنا في كونستانت كي دوت في دال سكوير تي اللي هو السكند ديريفيتيف بتاع التمبرتشر وذ ريسبكت تو سبيس. لو كان عندنا السبيس ده 1 دايمنشنال يبقى ده هيكون بارشال سكوير تي بارشال اكس سكوير. طيب دلوقتي احنا بنتكلم على ان الايكويشن دي بتوصف حاله ما هياش يعني حاله الباسيف، يعني عندي درجه حراره معينه ودرجة الحرارة دي كانت أعلى شوية من الوسط اللي موجود فيه، عايزين نعرف درجة الحرارة دي هتتغير إزاي لغاية لما توصل تبقى ستيدي ستيت. أوكي، طب دلوقتي لو فرضا أنا عندي التيشو بتاعي دوت برفيوزد، برفيوزد معنى كده بيخش ليه بلاد ويخرج منه بلاد، فمعنى كده إن الدم اللي هيخش دوت هيتغير درجة حرارته، وهو خارج هياخد جزء من الإنرجي اللي موجودة دي عن طريق درجة حرارة الزيادة اللي هو طالع بيها دي، ففعليا هيبرد لي التيشو دوت عن درجة الحرارة اللي كان موجود فيها. فهنعرف اول حاجه البرفيوجن ده بدرجه البرفيوجن بي. اوكي، ان ترمز اوف ان هو الفوليوم بلاد فلو اوف يعني اللي هو موجود عندي بير يونت ماس. اوكي، يعني عباره عن فوليوم على ماس بتاع ايه، بتاع تيشو. اوكي، طب نبتدي بقى نبص نشوف الايفكت بتاع البرفيوجن ده هيعمل ايه بالظبط. الايفكت بتاع البرفيوجن ده ان هو هيزود لي درجه الحراره بالمقدار اللي احنا هنشوفه هنا، ده عباره عن سي بي اللي هو السبيسيفيك هيت بتاع البلاد، فالرو بلاد اللي هو في الاخر الوحدات بتاعته بتبقى عباره عن حاجه بالشكل ده، عباره عن كيلو جرام اوف بلاد على متر سكوير اوف بلاد. اوكي، بس للاسف احنا لو احنا عملناها بالشكل ده هنلاقي ان الدنيا شكلها مش لطيف قوي في الحساب، لان احنا كميه البلاد اللي داخله وخارجه دي صعبه قوي ان احنا نحسبها. فعشان نخلي العمليه تبقى بالنسبه لنا في الحساب تبقى منطقيه اكتر شويه، عايزين كل حاجه تبقى موجوده ان تيرمز اوف التيشو. اوكي، التيشو اللي موجود، يعني بمعنى عايزين كل حاجه تبقى ان تيرمز اوف البارامترز بتاع التيشو نفسه. فلو احنا ضربنا نفس الحاجه دي بالظبط في رو تي في بي، رو تي دوت هيعمل لي ايه؟ رو تي ده احنا بنتكلم على ان البرفيوجن ده عباره عن فوليوم اوف بلاد على فوليوم اوف تيشو. اوكي، فوليوم اوف بلاد على ماس اوف تيشو بمعنى صح. اوكي، فالماس اوف تيشو دوت معناه ان انا دلوقتي عندي ان في الـ هنا في رو تي مضروبه موجوده في البي نفسها. اوكي، فلو انا عايز اخلي تحت فوليوم اوف تيشو يعني يبقى فوليوم اوف بلاد على فوليوم اوف تيشو، يبقى لازم اضرب في رو تي اللي هو الدنسي بتاعت التيشو عشان اطير من هنا الجزء اللي كان مخليها ماس اللي هو الرو تي اللي كانت موجوده تحت، ففي الاخر يبقى الترم رو تي في بي ده يبقى فوليوم اوف بلاد على فوليوم اوف تيشو. لو احنا عملناها بالشكل ده يبقى اقدر اخلي الترم اللي هو اللي فوق هنا ده مع الترم اللي تحت هنا ده يتشالوا مع بعض. اوكي، الكلام ده كله في الاخر طبعا لو احنا فاكرين الايكويشن الشهيره قوي اللي هي سي بي في 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 ام في دلتا تي، ده الدلتا تي بتاعنا اللي هو فرق درجه الحراره بتاع درجه حراره التيشو ناقص درجه حراره البلاد اللي هي هسميها تي نوت. اوكي، فالكلام ده في الاخر يطلع لنا عباره عن الوحدات بتاعته تبقى جول بير متر كيوبد اوف تيشو على ايه، على سكند. طبعا هنا انا عملت حاجه مهمه جدا ان انا خليت كل الحاجات فانكشن في بارامترز اقدر اقيسها في بارامترز التيشو نفسه، ما فيش عندي مثلا فوليوم بلاد لان فوليوم بلاد صعب جدا ان انا احسبه بالنسبه لتيشو معين. فكل الحاجات اللي عندي هنا دلوقتي اللي هي سي بي ده سبيسيفيك هيت بتاع البلاد،
الرو بي اللي هو الدنسي بتاعت البلاد، الرو تي اللي هي الدنسي بتاعت التيشو، والبرفيوجن، البرفيوجن اللي انا ببقى عارف تقريبا قيمته كام. اوكي الكلام ده كله بقدر احسبه في منتهى البساطه، واقدر ان انا اعمل له استيميشن بمنتهى البساطه، والكلام ده كله طبعا بيبقى مضروب في التي ماينس تي نوت اللي هي الدلتا تي بتاعتنا. اوكي الترم دوت بقى زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، الايفكت بتاعه ان هو هيبرد التيشو، فمعنى ان هو هيبرد التيشو معنى كده انا هحطه في الايكويجن هيت ديفيوجن ايكويجن او الهيت كوندكشن ايكويجن اللي انا كنت بتكلم عليها في الاول، احطها كسكند ترم هنا اوكي بنيجاتيف ساين، لان زي ما احنا شايفين كده نيجاتيف ساين بتخلي البارشال تي بارشال تي بقى ايه يقل مش يزيد. اوكي نيجي بعد كده نفكر بقى في الحاجه الاساسيه اللي احنا كنا بنعمل بيها هيتنج اصلا، احنا بنتكلم على ان احنا دلوقتي نستعمل لايت عشان نعمل بيه هيتنج للتيشو، فمعنى كده لازم يبقى في عندي ثيرد تيرم، يعني في عندي ترم اضافي، الترم الاضافي ده هيزود لي الهيت او زود لي التمبرتشر بتاعت التيشو. فلو احنا اعتبرنا ان في عندنا الفلكس بتاع الفوتونز دي عباره عن الفلوينس ريت، يعني معنى صح هو عباره عن بساي اوكي، فبتكلم ان عندي ابزوربشن ريت بتاعي ميو اي، يبقى معنى كده عدد التيشوز او عدد الفوتونز او انرجي بتاعت الفوتونز اللي هي هتتحول لهيت هتبقى عباره عن الترم دوت كده اللي هو عباره عن ميو اي في بساي. اوكي فمعنى كده ان هو الترم دوت بيسكلي هو كميه الفوتونز اللي هتحول لي الحراره في التيشو هتبقى بتساوي كام. طبعا انا بحطه هنا بوزيتيف ساين علشان ايه، علشان انا لو الترم ده كبر يبقى معنى كده البارشال تي بارشال تي هيبقى بالبوزيتيف ساين، يعني درجه الحراره هتعلى بعكس الجزء بتاع البرفيوجن اللي كان بيخليه درجه حراره تقل. الفورم الاخراني خالص اللي بنتكلم عليه هنا ده كل الايكويجن دي بقى كلها على بعضيها كده بسميها البايو هيت ايكويجن، ودي اكشوالي لو احنا بنبص على الابلكيشن بتاع الهايبر ثيرميا لما بعمل سيميليشن للهايبر ثيرميا هنلاقي في ناس كتيره جدا شغاله انها بتحل البارشال ديفرنشال ايكويجن ديت وتطلع لها بعد كده سوليوشنز علشان تقدر تعرف الديستريبيوشن بتاع التمبرشر عامل ازاي عشان تتاكد مثلا ان هو لو انا فرضا بعمل ابلكيشن للهايبر ثيرميا بطريقه معينه هل انا باذي تيشو تاني غير اللي انا عايز اسخن ولا لا. اوكي فدي هنلاقي لها حلول كتيره جدا، ونلاقي لسه في ريسيرش ورك بيستعمل نفس الباي هيت ايكويشن دي عشان يحاول يطلع اوبتيمال هيتنج باترن مثلا بالنسبه لنوع معين من التيومرز او لمكان معين للتيومر.